أصغر شجرة في هذه الأرض هي أكبر من عمر دولة الاحتلال. هاي الأرض ورثناها من أجدادنا، وكان الاعتداء بطريقة وحشية. إحنا متواجدين في الأرض ومش راح نطلع منها. قبل سنتين تقريباً أجت سلطة الطبيعة على هذه الأرض وتم الاستدعاء أنها أملاك غائبين بحجة أنها أملاك غائبين، لكن في الحقيقة هذه الأرض تعود ملكيتها لجدنا أبو داود الأشقر، حي يرزق، البالغ من عمره 98 عاماً. أصغر شجرة في هذه الأرض هي أكبر من عمر دولة الاحتلال. طبعاً الكل بيعرف أنه عمر سيدي 98 سنة، أكبر من دولة الاحتلال. تدعي سلطات الطبيعة أنه هاي الأرض لأملاك غائبين. سيدي طول عمره موجود في الأرض، بحرة الأرض، بجد الزيتون، بدير باله عليها، بنظفها. اعتدوا علينا أكثر من مرة وتوجهنا للمحامية، وكان الاعتداء بطريقة وحشية، كان الاعتداء بأسلحتهم، كان الاعتداء بكلابهم. تم نقل جميع أبناء العائلة إلى المستشفى، وتم الاعتداء أيضاً على جدنا البالغ من عمره 98 عاماً إلى المستشفى، وتم الاعتداء عليه برش الغاز الفلفل وتهجيم الكلاب عليه. تم اعتقال جميع أبناء العائلة بقضية هذه الأرض، وتم الرباط فيها. تم الرباط فيها لأكثر من مدة شهر، يوم يوم رباط في الأرض. كان في تواجد من أبناء العائلة ومن أهالي أهل سلوان. صار في هنا صلاة جمعة أكثر من مرة، وحتى أنه زرعنا زيتون عشان نفرجيهم أنه إحنا محافظين على الأرض ومتمسكين فيها. بس إجت سلطات الطبيعة وخلعت الزيتون، شجرة زيتون صغيرة خلعوها، مش عاجبتهم. المحاكم مع سلطات الطبيعة طبعاً تقريباً كلها كانت بمصلحة الطبيعة، مع إنه إحنا عنا أوراق، عنا طابع، عنا كل الأوراق القانونية اللي بتثبت إن ملكية الأرض إنها إلنا. المحكمة بتعاود بتصف مع سلطات الطبيعة بكل الجهات بصفة إنها أملاك غائبين. لا، إحنا موجودين، إحنا هاي الأرض ورثناها من أجدادنا. بس هدول مفكرين إنه اليهود إنه الكبار بموتوا والصغار بنسوا. إحنا متواجدين في الأرض ونستنى في المحاكم، حتى لو إنها المحاكم راح تحكم إلهم، بس إحنا متواجدين في الأرض ومش راح نطلع منها. هاي الأرض ورثناها من أجدادنا، وجدنا ورثنا أجدادنا ورثوها لأبياتنا، أبياتنا راح يورثوها إلنا، إحنا راح نورثها لأولادنا، أولادنا راح يورثوها لأولاد أولادهم إن شاء الله.